Express FM تزيد في القيمة. Fair Play. رجعنا لكم من جديد في فاير بلاي. دونك نسمعوا راي الكوتش نجيب بن ثاني مدرب الترجي الرياضي التونسي حول ماتش المنتخب البارح. عموما كوتش تبع ندخلوا اكثر في التفاصيل والجزئيات. ماتش البارح الحقيقه بدايه المباراه نتاعنا كانت بدايه نجم نعتبرها جيده. مشينا هدف بهدف امام المنتخب الاسباني. لاحظنا ملاحظه جيده انه المنتخب الاسباني ديما كيما كل تقريبا بطوله يلعبها ما يبداش البطوله كيما يلزم. شفنا انه ما كانش جيد جدا من البرازيل، ما كانش جيد بكل المنتخب البولوني، وبالتالي كان عندنا امل انه يبقى في نفس المستوى تقريبا ونجم نضاهيه، لانه الحقيقه معناها على الورق منتخب اقوى منا برشا على جميع المستويات. لما تشوف اللاعبين نتاعو تشوف تقريبا فريق كامل، تشوف حارس المرمى نتاعو حراسة المرمى زوز الحقيقه، فكان اقوى منا على الورق، لكن شفنا اني ما هوش في احسن اياماته. والحقيقه شفناها الشيء هذا البارح، لانه حتى كي المنتخب الاسباني ياخذ علينا فرق 2 و3 على طول ينزل شويه التركيز نتاعو، عمل برشا غلط مش متعودين الاسبانيور يعملوا الغلط هذوكم الكل. على كل انا يظهر لي هذه استراتيجيه يعملوا فيها باش يلوجوا انهم يلقوا رواحهم لاباس عليهم في الادوار الجايه وفي الدور ربع النهائي. الناس تطمح انها تاخذ تلعب نصف نهائي بطوله العالم، فبالتالي التحضيرات ما كانتش كبيره ياسر حتى عندهم هما، وبالتالي وعندهم برشا ملاعبيه كانوا في الفاينل فور في اخر ديسمبر، وبالتالي ما يلقاوش وقت على التحضير، فتحسهم في الدور الاول هذا قاعدين يحضروا الفريق نتاعهم للادوار الجايه. نرجع المنتخب التونسي، قلنا معناها كنا تقريبا محترمين في الشوط الاول، حتى فرق 3-14 كان ممكن تداركها، لكن بعد في الشوط الثاني شفنا الحقيقه انهيار كبير خاصه من الناحيه الدفاعيه. اليوم 36 هدف اونكيسي ما تنجمش تربح مباراه الحقيقه. رغم انا نقول مردود المحترم المهدي الحربيه وحتى المروان مجيز، لكن الكره اللي جات لاسبانيا الكل تقريب جات امون كابل، واللي عمل ديفرنس البارح هو حارس اسبانيا دي فارغاس. اذا كان نقارنوه بحراس التوانسه حارس عمل برشا تصديات خلاف الحراسنا اللي ما كانوش الحقيقه. بلاي كلمه كوتش على الحارس هذاك، كانت تفكر بطوله العالم في الصغر في تونس. الجارديان ذا كان هو الجارديان بتاع منتخب اسبانيا، والجارديان ذا محمد صفر وقتها كان تفكر تحصل على افضل لاعب في البطوله. والله انت جبت لي سلام موضوع محيرني برشا، لانه الحقيقه احنا كنا رابعين في بطوله العالم الصغر 2009، كنا 30 في بطولة العالم أواسط في اليونان 2011، وبالتالي أعتقد والعادي والطبيعي أن اليوم في 2021 بالفريق هذاك اللي مولودين عام 90 و91 المفروض نلعب على بطولة العالم اللي كان فيها عبد الحق بن صالح، كان فيها طارق وائل جلوس بوغان مشويرة جلوس، هذوما المفروض تو في أوج العطاء نتاعهم. اليوم نحكيو على ملاعب عمره 30 سنة راهو ينجم البيك نتاع الفورم نتاع الملاعبي تبدا من 28 سنه بالنسبه للاعبين، وتبدا من 33 و34 سنه بالنسبه للحراس. وبالتالي معناها شوف هما قداش طولوا، قعدوا ستابلوا، قعدوا كونستون، قعدوا يلعبوا، واحنا معناها قررنا ان نجدوا الفريق ونغيروا. ولهنا تو نجيك بعد لهنا نلوموا حتى على الملاعبيه والاختيارات نتاعهم وشوات الكارير نتاعهم. فهم لاعبيه يمشي باش يطور روحه، فهم لاعب يمشي البطولات متواضعه سمح لي. زاد لازم تاثير من عند اداره فنيه قويه، من عند جامعه قويه، ومن وزاد كيف لا جيستيون دو كارير تاع اللاعب لازم تكون على مستوى عالي باش يلقى روحه بودو 30 كابابل ان يضاهي كيما توا دي فارغاس المستوى هذا. على كل قلت الدوزيام ميتون الحقيقه ما كناش جيدين، عملنا برشا غلط، عملنا برشا قله تركيز، ما استغليناش تقريبا برشا اخطاء عملها المنتخب الاسباني ودفعنا الفاتوره غاليه. في العشر دقائق الاخرانيين الحقيقه تغششت برشا، لانه ثم انهيار كبير من الناحيه البدنيه، من الناحيه الذهنيه. ما نجموش نسيبوا كيكا مباراة رسمية، حتى كان خاسر نقعد نلعب لاخر وقت ما نسيبش الكورة ما نرميهمش كيما جات. الحقيقة المنتخب الاسباني في الاخير بس خف علينا، معناها كنا نجموا نمشيوا ل 10 و 12 هدف فارق،
ومنتخب الاسباني حسيته انه عنده لاعب دايره ممكن يحبوا يدخلوه في المباراه، اعطوه برشا كور، الشيء اللي خلينا احنا طلعنا بهم الكونتر اتاك وقربنا شويه فرق سته. اما كانت المباراه بالانهيار اللي شاهدناه في العشر دقائق الاخرين تو ففرق 10 فرق 12. به كوتش فاضل هذه ما شفناش نفس، ما عرفتش تمرين ولا لا، ما شفناش نفس الروندمون نتاع المقابلات الزوج الاولاني البارح. الروندمون باش انت باش تشوفه من الناحيه الهجوميه ولا من الناحيه الدفاعيه؟ كان باش نبداو ناخذوا احنا نقطه الضعف البارحه اللي موجوده في الناحيه هي في الناحيه الدفاعيه هك اول حاجه. في الناحيه الدفاعيه في من الكوتي معناها من رقم ثلاثه لاعب رقم ثلاثه ورقم اثنين ورقم واحد الجهه اليمنى نتاعنا هذيك نقطه الضعف. كان احنا نشوفوا من البارح في 18 دقيقه خذينا 6 بونتو من الكوتي دروات نتاعنا اللي فيها عصام رزيق وابن عبد الله ويوسف يوسف من بعد تعوض وفي التروا حاج يوسف هذوكم اللي كان الضعف. المشكل الكبير ظلي الضعف كان في الوسط الملعب في وسط الدفاع، الشيء اللي خلى الهجمات المنتخب الاسباني اللي تتكم الوسط وبعد وهي هذيك ظهر لي مشكلتها الازليه. احنا علاش بدينا علاش قلت رقم ثلاثه انا؟ على خاطر اش يعملوا لي جوار اسبانيول يبداوا الموفمون نتاعهم على النمر ثلاثه اللي هو الحاج يوسف ويونشينيوه من على رقم اثنين ولا رقم واحد. هذه الاولانيه اللي دفاعنا طايح برشا طايح برشا خاطر احنا رابور ما بين رابور دو فورس ما بين لاعبيتهم ولاعبيتنا ربعات برشا حتى في المورفولوجي. معناها انت ما تنجمش تستناها 7 متر ولاعب كيما اللاعبين الاسبان، لازمك تتكيهم من برا باش تبعد العلاقه كيما قال نجيب نحن العلاقه ما بين اللاعب الاظهره ولاعب الدائره باش تقصها بعدهم شويه على بعضهم. هذه الاولى لازمك توخر بهم شويه ما تخليهمش يقربوا لك خاطر ما تنجمش انت فهمني لاعب بن عبد الله ينجم يوقف الريال اللي مقابله الحاج يوسف. سامحني قص عليك ما تراش اللي ما همش هما الادابتي للبوستوات هذوك بالنسبه للادابتي الكل تخسروا غاديك. ما نجيب ما انا احنا نقولوا خاطر الايفيكتيف خاطر تو باش نرجعوا للنقطه اللي انت مشيت لي بها نقصت لي بها ديريكت باش تحكي عليها. خاطر البوست هذيك كانت بتاع شكون؟ كانت بتاع شويرف كانت بتاع اسامه حسني اللي هما معناها بلاصتهم هما هذوك معناها في الدفاع بلاصتهم هما هذوك. انت لهنا في نهار وليله تقرا هو انا نتصور الزوز اللي لعبوا سواء عصام رزيق والا اللي انور بن عبد الله الزوز ما كانوش يلعبوا معناها كان البوست هذوكم تاع حسني وبنور معناه لخبطوا شويه الامور بالطبيعه لخبطوا. وما فما معلومه ملاحظه اخرى اللي هامه راهو اللي هو الدور الدفاع نتاع رزيق البارح ماهوش موجود على خاطر راهو سي انتردي في الهاندبال يعمل معناها لي ديبار هذوكم الكل اللي عملهم الجناح نتاع اسبانيا البارح يعمل لي ديبار هذوكم الكل في ظهر المدافع راهي ممنوعه ولازم نجيب ممنوعين. باش نجيب كوتش لهنا ظهر مشكلتنا الازليه لهنا نرجعوا حتى للتكوين والتكوين معناه الملاعب ديما اللي عندنا يلعب هجوم ما يلعبش دفاع والعكس بالعكس كيما مجدوب قوي في الدفاع اقوى اكثر من القدام بنور كيف كيف جهاد جابالا كيف كيف ونفس الشيء الاسلام اللي نشوفوه مدافع متوسط نحطوه على الاطراف يعني رقم واحد على اليمين على اليسار واليوم المدافع رقم واحد في كره اليد العالميه مهم جدا لانه هو لازم يكون اذكى واحد في الملعب باش كان ثم سور نومبر ينجم يتصرف فيه ياخذ صاحبه يسيب صاحبه. يمكن اللي غلط فيه عصام رزيق زاد انه ما خدمش شويه مخه لما نشوفه رقم سته قاعد يسجل قاعد يسجل قاعد يسجل لما لا يخليه الباك يتعدى خارجي ويسيب ناخذ رقم سته ما يخليهوش معناه ينجم هو. على كل انا يظل المشكل كانت في اللاك سنترال لانه الحقيقه معناها شكون لعب في اللاك سنترال؟ جهاد جبل اللي احنا نعرفه اللي هو ما هوش مدافع كبير برشا واللي توا برك بدا يلعب في الفريق نتاعو البرا في الدفاع. ثانيا حاج يوسف اللي جبناه الجمعه الاخيره واللي معناها جبناه اون اكستريميس اون سوفتاج ومصباح الصانع اللي مات مسكين مصباح الصانع اللي شفنا رغم هذا الكل سامي قال خليه في الدفاع لانه يعرف اللي ما عندوش دي سونترو رغم التعب اللي ظهر على مصباح ورغم انه مصباح الحقيقه ما كانش في حاله نفسانيه مرتاحه والحقيقه معناها ما هواش مصباح اللي نعرفوه خاصه في المباراه الثانيه والثالثه صحيح عمل ماتش كبير لولين. وما تنساش راهو سلام انه مصباح تقريبا عنده عام ما لعبش كوره. عنده عام ما لعبش مباراه رسميه لانه تقريبا قبل الكوفيد كان مصاب وقت لعب بطوله افريقيا 2020
ومن الاصابه هذاك تنقل النادي الافريقي، ما جاتوش الفرصه باش يلعب في النادي الافريقي وفي البطوله التونسيه، وبالتالي تقريبا صباح معناها من الاخر عنده عام لعب 3 مباريات في قطر، المباريات الوديه اللي لعبناها. باسم نعرف عندك علاقه خاصه مصباح وقريب له شويه انت مصباح. شنو رايك في الحمله اللي صارت عليه؟ ما عادش تواصلت معاه ولا لا مصباح؟ تحسنت اثر شويه بعد الماتش الثاني؟ هو شوف حقيقه الحق سلام، صحيح هو جغرافيا نحن ولاد حومه تقريبا، مش تقريبا، هم نحن ولاد حومه. نحب نحدد لك نقطتين ثلاث نقاط على اللي قالوه الكباتن، من بعد نجيك المصباح. فنيا اللي كوتش ما شاء الله يعني نحب نخلي لهم الكوتي، هذه هي اختصاصهم. لكن كي جبدتوا على زيلي خاصه عصام رزيق، وخلينا نحكي حتى على غسان تومي، راهو مش تخصيص بقدر ما هو هنات وجدت. انت حكيت كابتن على انخيل فرنانديز، تلاحظ انه فنيا حاجه غريبه انه ماتش لو دو ماتش اللي خسرناهم انخيل فرنانديز كمل ميار جوار وبيتور 10 بونتو، واركاديوز موريتو اليوم تاع بولندا كمل زاد تقريبا اكثر من 12 هدف في 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 في, 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 في الماتش الاول، في الماتش الاول. والزوز هذوما يلعبوا في كيلسي الاثنين، كل واحد في كيب. يعني بصراحه انا مش مع ذبح الملاعبيه، معناتها خاصه هذوما ملاعبيه شبان وجايين وكذا ونعملوا عليهم وكذا، ولو انه عصام مزيك ماهوش شاب برشا 31 الغريب انه مش فناش في المنتخب، ما لعبش ما لعبش صحيح. تو هنا زاد هما الاسلام ولي كوتش، الغريب انه الملاحظ العادي كصحفيين ولا كمتلقين اللي صار لنا قبل بطوله العالم الحاليه حاجتين، من جهه يقول لك فما تشبيب، ومن جهه اخرى ما ريناش تشبيب على التيران. اوكي تشبيب مصباح الصانعي قديم، مروان ماجيز ما شاء الله اكسبيريمونتي، جبل كل هم فما خليط باسم، فما مثلا انور بن عبد الله صغير، غسان تومي كيف 23 24 عام، يوسف معرف، اسلام يوسف معرف مش اول بطوله العالم، ما لعبش قبل، ما كانش يلعب، كان يمشي يقعد في البنك يقعد للفوق. هنا في النقطه هذه نتاع التشبيب، يعني حكينا المره اللي فاتت قلنا التشبيب فهمني في تونس راه ما فماش، احنا تشبيب جزئي، احنا قاعدين نحبوا في نجيو في بطوله واحده ونشبوا اللي هو التشبيب. راك انت تو اللاعب تاع الدومي سونتر تاع بروني عمره 19 سنه، راه عمره 19 سنه الدومي سونتر تاع بروني، معناها تو نجم يلعب في اي جمعيه في على اقوى على مستوى في العالم. دونك 19 سنه فهمني، راهو ما هوش لاعب شاب، راهو خاطر هو واش عنده باجاج فهمني. دونك شنو اللي تحكم عليه؟ احنا معناها احنا ماليوش لاعب فهمني، ما نقولوا لاعب 28 29، لازم نحكيو على اللاعبين باش تحضرهم للمنتخب، يلزموا في جمعيته هو فهمني 18 19 سنه فهمني، يلزموا يلعب في السينيور كما اللاعب تاع شو اسمه لاعب تاع الترجي الرياضي حازم باشا. غسان تومي تبارك الله زاد فهمني، انتم بالنسبه للترجي عندكم ابور كبير جاكم حتى في الناحيه الدفاعيه، دفاعا وهجوما نعرفوا نختاروا لا هذيك حاجه ما فاهمين فيها فهمني، خاطر هذيك هذاك العمل اللي فيزم يكون ما لازمك انت عندنا وسام البوغاني غادي يعني عندي شابي عندي شابيتر بعد على البوغاني وتومي تاو نجيك نرجع لك سلام فقط بسرعه باسم لخص خاطر عندي الاخبار ونص وبعد نرجع لك الكلام نرجع لك المصباح تاو نجيك تاو نجيك بيتفي على المصباح مصباح طبعا مش فوق النقد. جوار كل ملاعبيه الكل، الماتش الاول كما قال الكابتن من شوي ما شاء الله ماتش بولندا هز تقريبا ليكيب على ظهر 9 بونت على 10. ما تعرف نحن التوانسه ما شاء الله ذاكرتنا قصيره، معناتها دو جور معناتها بطل وبعد ما عادش يلعب يلعب صدقني كما قال، انا سمعتها في اذاعه اخرى من غير تخصيص اللي كان كره انور بن عبد الله تقريبا تير الاخرى اللي على التري كان يدخل تو نحكيو في حديث اخر جمله ما عندوش حتى علاقه. نحن هو مش فوق النقد لكن مشكلته تعرف هو نفسانيا هش شوي ويتقلق من السب ومن الشتم والحكايات هذيك، هو مش فوق النقد. انا ما تواصلتش معاه بشكل مباشر لكن نعرف كيفاش يخمم، فهمتني؟ اعطاه برشا الراجل ليكيب ناسيونال، ما يجيش على الاقل نحن على الاقل كاعلاميين، الجمهور هذايا حاجه مقدسه ما نجموش نحكيو معاه، اما كاعلاميين كمتلقين نحاولوا ناخذوا الامور باكثر رويه بعقلانيه اكثر. واضح. باهي نمشيو للاخبار وبعد مواصلين حتى المطاف ونص نحكيو على منتخبنا التونسي ومشاركته ببطولة العالم تونس او مصر.